ألف سردة وسردة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا هردشت. البحث عن بطل. وكان أن سمعنا أن القدس محتلة فقلنا بالله تلاه لن ننام حتى نحررها، وقررنا إعداد العدة للتحرير، فجمعنا الفلوس اللازمة لحربنا القادمة ضد العدو اللي ما يتسماش، ثم جمعنا المقاتلين من فنيين وممثلين ومخرج، وقررنا إنتاج مسلسل ضخم نحرر فيه القدس ونزيح هذا الهم عن قلوب شعوبنا التعبانة والعيفان التنكة. ما حدا جاب سيرة البنزين، الله وكيلكم. المهم ما لكم بالحديث وخلينا بحديثنا. صارت أمورنا تمام واخذنا موافقة الرقابة والإعلام، وقالوا لنا أنه ما عندهم مانع نحرر القدس، وصفي عنا يا شباب نجيب البطل، لأنه بلا بطل ما بصير تبرير للتحرير. وبعد ما قعدنا واجتمعنا على عادة العربان في حب الاجتماع وعشقه إلى حد الذوبان، اخترنا البطل وقلنا له تفضل يا أستاذ، بدنا إياك تحررنا القدس مقابل هداك المبلغ المجؤوم، بالإضافة لوضع اسمك في مقدمة الأسماء المساهمة في التحرير. فقال لنا بأنه لا يفهم في الصحافة ولا يريد أن يعمل رئيس تحرير، لأنه الزلمة شغلته ممثل. قلنا له لك فهمتنا غلط يا ابن الحلال، بدنا اياك تمثل دور البطل في مسلسل تحرير القدس، وهو مسلسل فريد من نوعه وما صار منه أبدا من 60 سنة. فقال لنا معتذرا بلباقته المعهودة انه لا تأخذونا يا شباب، يعني كان بدي، ليش مين ما بيتمنى يحرر القدس من أيدي الأعداء، بس العين بصيرة والإيد قصيرة، لأني محكوم هلأ بأجواء العربان، عم بشتغل مسلسل بدوي، كمان بعد الظهر عم بشتغل مع شوام بمسلسل شامي قديم، ويا ريتكم حكيتوا معي من زمان، كنا نسقناها وزبطناها، إذا بدكم انتظروني لبعد رمضان. ولكننا لم ننتظر. وهرعنا إلى محرر آخر وقلنا له يا أخي مان غيرك تحررنا القدس. فقال لنا بأسى أنه مو فاضي، لأنه علقان بمسلسل مع واحد باللادقية وما فيه يترك الشباب لحالهم، لأنه المجرم مو قليل. قام حكينا مع المجرم، قام ضحك وقال والله أنه هلأ موده شرير ومو فاضي لفعل الخير وما خرج يحرر لنا شيء. فاتصلنا بهداك اللي شوي كوميدي، قام ضحك وقال أنه مو بس مو فاضي، بل بالعكس وقته مليان بين مصر والشام، وأنه يا ريتنا حكينا معه قبل، كان طريقه من الشام لمصر حرر القدس عن طريق البر. قام حملنا درب بطريقنا ورجعنا لعند واحد صاحبنا فلسطيني أصله، قلنا بلكي بتدب فيه الحمية، فقال إنه والله وقته مو ملكه هلأ، وقته هلأ كله لخيال وأشعار واحد من طويل الأعمار، ومو فاضي للصراع من أجل القدس لأنه فالت هلأ بشي شغلة تانية على الرمال. ومنه اتجهنا لنجم شاب، قام جاوبنا نفس الإجابات، وجاوبنا واحد مثله نفس الأجوبة، فايت السبع فوتات ومو فاضي حك راسه. قام حملنا حالنا ورحنا على تركيا، قلنا مالنا غير يحيى. قام اعتذر لأنه عم يعمل شغلة جديدة مع لميس مكونة من 2000 حلقة كرمال عيون العربان. ورحنا لعند مهند، قام طلع نفس الشيء. قام رجعنا خائبين ومرينا بطريقنا على واحد رفينا، قلنا له لك تعال حرر القدس يا زلمة، قال والله آسف عم يشتغل دوبلاج تبع مهند. قعدنا وصفنا وقررنا تأجيل التحرير لرمضان القادم، فإلى القادمات من الأيام ويا محلى الانتظار. هكذا حدثنا هردشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.